ذوقي قلتي؟ يعني جدا. لحظة، وش قلتي عن الملابس ذوقك ايش؟ ترمام. ايه؟ احنا نسافر. ايه؟ صح؟ ايه؟ انت كنت اختار في ذوقي. ايه؟ وانت كنت تقولين ايه واليوم لا. ليه؟ ليش؟ اوش ايه؟ احنا ايه؟ اذا قلتي لا ايه؟ بلبسها. ايه؟ وبعد كروند بعدين ما بروح. اذا قلتي لا اغير بقول لا. اذا قلتي لي العب في اليوم لا بقول. اذا قلتي لي اقول مكياج لا بتقولي لي كل شيء لا. مو لازم تقولين لي لا، هذا مو ملابسك، ملابسي. اذا بسي اللي شريته ويلي سعد. انا ما اكلمك، انا اكلم ماما. بس ماما نعم. انت مو لازم تختارين. انت تبغين تختارين تلبسين، واذا تبغين تختارين لازم تلبسين. كلياتك ابغى اختار. ايه؟ لازم البسها. لا غير صحيح. لا انا ما عجبني هذا الكلام. قولي ليش؟ ايش ماما تعرفي ليش؟ ايش؟ عشان بابا. ايه؟ دائما يختار ذوقي. اذا قلت ابغى فستان جلتر بيقول لي اذا قلت ابغى فستان مو حلو بيقول لي ابغى جلتر. يعني بابا اختياراته دائما حلوه. يعني بابا يخليك على كيفك. اي ما تخليني على كيفك. طيب وانا اخليك على كيفك. يعني بس انا اللي ما اخليك على كيفك. طيب انا بقولك شيء ماما. انا سمي عيوني عادي بس اكمل دقيقه مع سكره بس بقولها شيء ماما. ها مو رايح محل الألعاب للمحل. إلا هو يا جبار وقف محل الألعاب. اسمعيني أنا أشتري لك كل الملابس اللي تحبينها. أوكي بس ماما. انتظري بس ماما. نعم بس أنا مش معنى ثلث. أنتي خليني أكمل لك كلامي. شوفي أنا شوفيني. ها؟ أنا أشتري لك كل الملابس. أوكي تمام. بس مو كل الملابس نقدر نلبسها في أي مكان. المدرسة لها ملابس معينة. إيه عشان إيه؟ عشان 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 ماما. المدرسة ما في ملابس معينة لنا. يونيفورم. ماما لأن في بنت لبست شيء مو زي يونيفورم. ما تعاقبت. إيه هو ما في عقاب على الملابس يا ماما. ترى أنا في كلاس هوجي ما عندهم ملابس سكول عشان كانت انقطعت. بس بكرة انصلحت بعدين جات في يونيفورم. طيب عادي أقولك شيء. ليش؟ ما قلت عادي أقولك شيء. شوفي الحين أنا إذا شريت لك مثلا فستان جليتر أوكي، فستان كله لمعة أوكي، ما تقدرين تلبسينه في أي مكان. قالت قهوة كان في أماكن محددة. بس ماما أنا رحت الحفلة. إيه؟ إذا بتروحين حفلة البسي جليتر. بس ماما. بس إذا بنروح المول ما يصلح نلبس جليتر. بس ماما أنا شفت أحد أمس كان يلبسون إلسا في هاي سكول. الله. لا لأن هذاك يمكن هذاك كان كوستيوم داي. لا كان مو كوستيوم داي، هذا كان مو كوستيوم داي. طب عندي سؤال. يعني انا الملابس اللي اختارها لك مره حلوه صح؟ لا. ها اختارين لي اشياء حق مسكين. ها شو وش ذي بعد؟ ايش تبين تلبسين؟ طيب علميني. ابغى البس حق جلتر. بس جلتر لمعه بس. كل شيء يلمع، كل شيء جلتر. جلتر في جلتر. بالبيت محتاجين بس دي كذا عشان ليش لبستي كذا؟ ابغى اصير ميكي ماوس. وعجبك يعني هذا اللبس؟ بينك وايش بينك عشاني. وبينك كله بينك. اوكي بس سؤال انتي. This is my friends because they're ميكي. اوكي ميني. طيب عادي اسالك سؤال ماما؟ مين اختار لك هذا اللبس؟ مين؟ طيب سالتي امك؟ ليه؟ وش السبب؟ طيب اسالي ماما. ليه؟
ماما.